يقول في الامام والله في شي فوق والله العظيم ايوه يا الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم عبد الرحمن من قناه نو كومنتري جيمنج. اذا حابب تنضم للجيش كومنتري ما عليك غير تعطينا احلى لايك وتشترك في القناه وما تنسى تشغل جرس الاشعارات ليوصلك كل جديد وتعمل لنا شير للمقطع ليوصل اكبر عدد من الناس وياريت تعطينا رايك في حلقه في قسم التعليقات في الاسفل. واذا حابب تتواصل معي او تبعث اقتراحات للقناه ما عليك غير تنضم لقناه هاشتاج جيش الكومنتري على الديسكورد والرابط بتلاقوه بالديسكربشن. ويلا نبلش. بكم يا شباب شو اخباركم شو عاملين. رجعنا في الحلقه الرابعه من سلسله رايز اوف تومب ريدر وبعدين مع رايز شادو اوف تومب ريدر. عندنا يا شباب في حاله تخلف سريعه بتصير في بدايه الحلقات. المهم يا شباب الحلقه الماضيه يعني اتانا مع المعفنين المورا والمره رايحين على المدينه باكوشاكو بعرشي المدينه الخفيه. طبعا اجاني سؤال يا شباب كيف احول اللغه العربيه على اللعبه. بترجع على القائمه الرئيسيه بتدخل على الخيارات بتدخل على الصوت واللغات عندكم هون يعني لغه الدبلجه شايفتي هون مش راح تدخل لانه انا جوا اللعبه بتحطوها عربيه. لغه النص العربيه هذا عشان تحول لك كل يعني فوق هاي شفتي كيف كان يعني شايفين الصوت واللغات يعني كل اللعبه الواجهه الرئيسيه بتصير بالعربي. اما هاي بتغير لك يعني صوت الشخصيه. فهذه الطريقه. طبعا يا شباب يا ريت تعملوا لنا شير عشان نوصل جيش الكومنتر الى 2000 مشترك. يلا جونا يلا ليت جو يا شباب. طبعا رجعنا العتاد المره الماضيه فنقدر المرور من هنا. هلا ساعتين هلا بساعدك. ارفع انا جايبني. طلع طلع يا عيب الشوم عليك. انا المره انا المره انا الشخصيه المره. طلع مره قبلي انا سوي اول يعني معفن. تعلمك دروس لسه في صوت حيوانات كثير. هل ترين هذا؟ لا شك أنه قرية كواكياكو. كواكياكو ونكتشف ما بداخل المعبد. طيب يا كواكياكو أشوف كواكياكو يلا حبيبي يا عيني امشي هون. أواثقة أن هذا هو الطريق؟ والله ما بعرف. بحق السماء ابقى على مقربة مني. بليز خليك جنبي. هذا ليس طريقا بالتأكيد. حبيبي يا عيني. أوه نصل. يا الله نعزة الشردين. ان شاء الله بتوقع فيك. وقعنا احنا. هل انت بخير؟ انا بخير. انا بخير. اخرى فحص. خطيطك سريعة يا بني. شتمناك على المحل احنا اللي وقعنا. هل انت بخير؟ يا عمي والله وصل. انا بخير. انا بخير. سلم علي بالمرة خلاص كل شي تمام. ايه. كلكم شغله يا شباب. ايش هذا المنطقه بينه فيها اكبر من قام ببناء كل هذا برايك؟ ربما كانوا الانكا يعلمون الكثير عن علم حركه السوائل. اها الجسم قد سقط. قد يمكننا رفعه باثقال الموازنه. لابد ربما. ايش حكى مره واحده. طيب سكتك ابعد. اجمع المزيد من القطع الأثرية فك شفرة مسلات الكتشوة. أنا موجود هنا لأننا في طريقنا إلى تلك القرية. أنا أيضا. ألو في شغلة فوق يا شباب. إيش هذا؟ في مي هون. لابد أن هناك صمام تحرير فوق برج الماء. أيوه. ارفعي ارفعي ولا ادفعي. فعل هذا شيئا ما. أظن أن الماء يشغل الجسر بطريقة ما. حلو حلو. وين حالينا نحركها بحيث إنه ثقيل جدا. ساعدني. ساعدني ولا ولا. يلا ادفع. المياه تملأ الدل. حلو لنرى ماذا ستفعل أثقال الموازنة. حلو يتسرب الماء من الدلو. عد لنحاول مرة أخرى. أوكي بنحاول كمان مرة بس استنوا يا شباب أكيد في إلها علاقة هون الشغلة. استنوا شوي. لا في إشي غريب. سنضطر إلى دفع العجلة مرة أخرى. أوكي في هون تفتيش دقيقة بس ليش ندفعها طبعا راح تصير نفس القصة. في إشي لازم وهي تتحرك نعمله.
تستخدم التماثيل الكانوبية كأوعية لقرابين الكاكاو والدهن الحيواني. كاكاو يلقى بالكانوبي الممتلئ في حقل المزارع في بداية موسم الحصاد كهدية لباتشاماما. باتشاماما يقال إنه إذا قبلت الهدية فسيجني الفلاح محاصيل وفيرة ويكون موسم تزاوج الحيوانات ناجحا. إيش منه الحكي والرزع على الله. امشي كاتشاماما ولا شو هلا الكاكاو. على السريع في شو هون يا شباب لازمنا منه. لا والله في اشي يا شباب لازم نسويه. يتحتم علي تركها. لا اسرعي لا يمكنني امساكها لوقت اطول. في اشي يا شباب سنضطر الى دفع العجلة مرة اخرى. شو في هون؟ اوكي 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 سنضطر الى دفع العجلة مرة اخرى. يا ام عجلة انت دي ابا ايش هذا؟ ما قدرت نفكها لان ما عندناش علم في اللغات القديمة. اخذنا نبات. اظن في اشي هون. حياتي نشوف شو في هون. سنضطر الى دفع العجلة مرة اخرى. يا عم ادفعيها لحالك. في اشي. سنضطر الى دفع العجلة مرة اخرى. في اشي يا حلو. اوه عرفت عرفت يا شباب شو نسوي. احفر احفر في اشي هون. بدنا لما تنزل ايش اللي اخذناه. ما مورد. بس تنزل الهاي نربطها في المنطقة تحت. يعني ننزل تحت على السريع. شفتوها انا نطلع من هون. يلا جونا ادفع ادفع. عالسريع يا شباب. هيا وصلت. لا لا هيا حسنا جونا يمكنك تركه. اترك نحن هؤلاء لنعبر للجانب الاخر. احاي يا عم المخ شغال الليلة. تعال ولا برضو ليزة فيرت كمان مرة. تعلمك القوانين انت لمؤخرتك بعطيك اياها. ادفع هيك بدي اياها. خدام عندي. سنذهب من هنا على ما اظن. من بعدك. هاي بلش افهم الذوق. من بعدك بقولك يعني تفضلي. ايش هذا في شي مخوف؟ أعتقد أنه مذبح ما أو مذبح؟ مسلخ كان جاج يعني ولا شو؟ ساعدني بهذا. بالتأكيد. طيب بتعمل الإعصار هلا. إنها وصفة يبدو كخليط من الأعشاب للمساعدة على التركيز. سيساعد إذا صدفنا المزيد من النمور. حلو. لا نفعل راح نلاقي الأمور يعني. الله يعني يطمنك يعني اعطيتينا يعني هيك نعنشه. عن النسر اضغط F4 لاستعمال خلطات الرؤية الثاقبة العشبية. تسمح الرؤية الثاقبة بالهلارة بالإحساس بالحيوانات والموارد الطبيعية المحيطة بها. احاي اوكي. لا شو بدي في الخرطة انا بعدين. دخلنا على الخرطة. يلا جعفر شو اسمه هذا جانا. اقتربنا من الوصول الى القرية. لا اطيق الانتظار حتى ارجع للحضر مجددا. مو حضر انت لين متين هلا. هلو تختلف عن التي في المكسيك. اوكي اخذنا لحوم. في حيوانات هون. لا أعني أنه كان من المفترض وجود مدينة ذهب سرية في بيرو. فايتيتي يبحث عنها كل صائدي الكنوز في العالم. توقفت ملاحظات أبي عند المكسيك وكأنه فقد اهتمامه أو لا أدري. كانت ملاحظاته التالية عن سوريا.
حلو، هات نشوف شو في عنا نقاط خضرة ولا خبرة. ممر هذا يبشر بالخير. كفيش كفيش. ذكريني مرة أخرى بنص الأحجية. اتبع قلب الأفعى حتى تصل للجبل المتوج بالفضة حيث حتى تشاور التوأم. هل وجدت أي شيء؟ الحطام والأنقاض. إذن هل أنتم مستعدون للخروج؟ لنذهب. ايش في هون؟ ممكن نلاقي شيء؟ الو في شيء؟ وين رايحة؟ فكر حالة سحلية هي. هذا المسكين مش راح يقدر يدخل. هاي طيب نعم، مقبرة التحدي. تحدي مين يما؟ ولا ايش ايه في لحوم هون وفي هون. نقدر نطلع؟ اوف شو انا يا ساتر. عينا فوق، لازم نرجع هون. ضبطت. واحد نسيت اكبس. لازم نوصل على المناطق هاي اللي فيها حجارة نضربها. بس اصلا افهم ليش بحبوا يعني بعدونا على المنطقة 300 متر، انا مش فاهم ليش مصرين تعمل الغباء. يا حبيبي هلا شفتوا هذا جثة. اوكي الواحد بتعلم من غلطاته. ضبطت. هاي ايش ممكن نلاقي هون يعني مش فاهم انا. او ماي جاد. اوكي هاي على اساس مش شايفه انا للفخ تبعي. انا مش شايفه الفخ. ايش هذا؟ خنفساء تعال اطلع. الفاضي ضيعنا البتاع. ايش جواتها؟ تم تحديث الخريطة. حقيبة المستكشف. يعني احنا المفروض نروح هون على القرية. اوبا في هون نمورة وشغلات. غابة في البيرو. طلع وين نروح لسه؟ عشان نوصل حضرة البركان. حبيبي يا عيني السلسلة راح تكون اكشن. طبقة المهارات المعسكرة اخذنا كمان نقطة. وين رأيك نروح؟ في اطلال هون وشغلات، بس وين نروح؟ علي التسلق لأصل الى الجانب الاخر. اها معطينا على الحشرة. يعني خدها بس مش قادر اخدها. هاي طبعا احنا نستعمل الحبالة هنا. هيك يلا يلا. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة وستة. الله يرحمك. بقول لك كان منيح هذا الأخ. تعود هذه إلى بداية القرن العشرين. طب يعني احنا هل يعني قبل قرن مش يعني مش بعيد كتير يعني. محروقين حرق هذول ليه؟ ايه ده؟ مخططات. قد يكون قميص فاست الزاهي هذا هو الذي يحصل على كل هذا الانتباه، ولكنني أعرف أن وقته قد شارف على الانتهاء. سيتذكر العالم تيموثي ووكر بأنه الرجل الذي وجد أخيراً مدينة إلدورادو المفقودة.
لقد أقمنا مخيما في الوادي. لقد كانت رحلة قاسية بعد كل هذه المسافة. سنرتاح هنا لبضعة أيام، وبعدها نخرج في بعض الاتجاهات. يحتاج بعض الرجال إلى تضميد جراحهم، ولا أمانع أن أرتاح ليلة واحدة وأنام. يقول الرجال أن هناك شيئا تسلل بداخل المعسكر بالأمس. يبدو أن الغابة تمكنت من التلاعب بعقولهم، ولذلك أستمر بإخبارهم أن يصمدوا وبأننا اقتربنا من الوصول. اكتشف أحد أفراد الكشافة معبدا ما أمامنا. سنبدأ بناء الجسور والسلالم هذا الصباح، وسنخرج من المعسكر ظهيرة اليوم. حلو، ايش تدل على شباب هذا؟ بدل انه في معسكر هو اللي احنا شايفينه هون، كان رايمين يروحوا بس ليش ما وصلوش؟ غريب. الخردة، استخدم الخردة في صناعة اغراض مدمر قبل الحمل وطرقة الاسلحة البلبلو بحمش راح الكلام. المقصد الخردة يا شباب اللعب السلاسل القديمة كنا نقدر نشتري فيها رشاشات واسلحة، فمش عارف كيف وين نروح هلا نشتري الرشاشات. اها المنطقة من هنا على المعبد. روحيش توعيش يلا اطلع معي المعبد. هذا سمع الصوت هذا يا شباب؟ انو نقيق ضفدع هذا حبيب يا الله. شباب بلش الرعب، انا بلشت اخاف. تم اكتشاف معسكر رئيسي اطلال الوادي. اوكي لقينا منطقة جديدة يعني، وانا بلشت اخاف. بدنا افتح خارطة ليش مش فاهم انا. هات نشوف ايش معنى اضافات جديدة. انا شفت انه في هون مهارة حقها تنين، قام الضرر اللي تتعرض له من اعدائك فترة زمنية قصيرة بعد معالجة جروح اثناء القتال. ايش هاي؟ تتيح نباتات الرؤية السابقة استشعار حيوانات والموارد الطبيعية في جميع البيئة المحيطة. هذه اللي اخذناها F4، فناخذ هاي. هذه منيحة ل يعني كتطوير. المخزون صناعة الترقية تطلب طريقة الأسلحة أجزاء ضرورية الموارد مهارات المخزون. حدد السلاح وتضغط E للدخول على شاشة الترقية. حدد طرقة مرتاحة واضغط مطول على Space لصناعتها. يتم تطبيق الترقية تلقائيا على الأسلحة. أوكي معنى البو هو القوس، قوس بوكا هوك. اوكي وهاي وهاي. هات نشوف الترقية تبعتنا على ايه. تحسن ترقيات من خصائص السلاح مثل الدقة، التحكم بالسلاح وسعة الذخيرة. يمكن ترقية خاصية واحدة مرات متعددة. تسمح بعض المهارات لجلارة من صناعة ترقيات اكثر قوة. اوكي هذه اخبار حلوة. اوبا بس تبعت رسائل. هذا واحد اجنبي معفن. اوبا ايش هذا؟ معناه موارد. ايش هذا؟ غطاء مقبض. اوكي بزيد يعني سرعة السحب. اعمل. وهذا شو؟ برضو خيط ملفوف عشان يزيد يعني من وقت الانتظار. للاسف معناه موارد. فخلص بزيادة هيك وبزيادة هيك نكمل المنطقة المرعبة المعفنة دي. أخذنا كمان خردة. كان في أصوات فحيح وشحيح واللي بدك إياه. المنطقة بتخوف. رجع الصوت يا شباب. حبيبي يا عيني. هل هناك أحد؟ والله مبين مش أحد. كل الشعب قاعد جوا. الو اوكي من هون الطريق مش من هون ولا من هون. خدنا فطر. ايش في هون؟ كمان موارد. كيف اوصل هون؟ انا مش فاهم. الله يبعث رسائل. هذا اوكي بلكي من هون.
هيها. ايش الغباء، ايش الغباء، سلم لي على الغباء. اوبا يا لهو من مشهد مدهش. معبد الموت هذا اسمه حبيبي. لعلمكم شفنا ناس من الميكانوميتين في القرية هون، دليل ندخلين على المنطقة يعني من قبل. اوب انزل. يلا ايش هذا؟ اكسي خيم ذهب. اوبو قم ببيع الذهب، خيم الذهب للتجار. اوكي والله يا شباب هذا الذهب اكشن، راح نجيب نقود، راح نجيب مصاري. فتحت بزنس يا شباب، اللي بده يجي بعطيك الذهب ببلاش. البلطة الخطافية، ارمي البلطة الخطافية باستخدام ايد اثناء القفز لتأرجح من الخطافات المعدنية. اوبو حلو، تعملنا البلطة. انا خايف والله يا شباب، مش دوم تتحرك لي انت، خليك مجد. استخدم البارودة صنع اجهزة تفجير مرتجلة. يا حبيب والله اللعبة يا شباب راح نكشف منها كتير شغلات. تبا لهذا المكان، تبا لهذه الادغال المنبوذة، ان بها جوهرة ولكنها صعبة المنال، تغريك وتسحب البساط من تحتك. لقد اقتربنا من الوصول عبر الحفرة التي بلا قاع. هناك ما يبدو كهيكل على الجانب الآخر، تحت حجر ضخم على شكل وجه يبدو أنه يسخر من جهودنا. هاجم شيء ما المعسكر، وادعى بعض الرجال أنها كانت الفهود، وقال الآخرون أنه كان شيئا أكثر شرا. يصر نصف الطاقم على ترك الرحلة الاستكشافية، وكان علي أن أقوم بتعرية أحد الرجال. يعيب الشوم عليك. كل ما أحتاج هو يوم آخر، يوم آخر فقط. يعيب الشوم عليك. في يعني جوهرة وحفرة. أوكي هالمعبد إيش أتفكر تحية؟ والله في إشي عنكبوت. برا يا شعب كود اهرب. سمعيني يا شباب بعدين. تحرك شيء في الامام. والله في شيء فوق، والله العظيم هيو ولكم هيو. قد أدير المنصة وأربط حبلاً. حبيبي أوكي أوكي فهمت الفكرة، بس أنا خايف منه هذا، ما يكونش قرد. لا يا عمي والله إيش بخوف، حرام عليكم. حلو والله العظيم خايف، والله العظيم خايف. معبد الموت اسمه هذا. لابد من انهم هجروا هذا المكان اثناء بنائه. اوكي يعني طريقهم مكسورة. والله في صوت، عشان هيك نطيت. انا مش جاي اخذ هاي اصلا، ما الصوت هربت. ان شاء الله يا شباب، انا واحد من الناس بحب العاب الرعب، ان شاء الله العاب الرعب راح تكون مع فيس كام. لا تشوف التعابير الاخصائيه معي. عين عربيك والله. ابعدوا الصوت بخوف، والله الصوت بخوف. طيب
طيب خذني. اوكي ننفك هاي. هاي من هون اعطانا اف نقطع نلفها عكس. حلو يحيى الذكاء. بس يحيى الخوف يا عمي، انا جايب لعبة رعب يا عمي. طيب ايش المفروض اعمل؟ معقول لازم اسحب اجره يعني اخليه يلوف؟ لا نقطع الحبل. في هون يا شباب اشي لازم نكتشفه. الان اذا دفعت الذراع ساتمكن من الصعود على الصندوق. ادفع وهيك راح يقطع. معقول الدقة هاي بتلف 360؟ ورمل الكيب 100 منت. الله يقفل في وحدة فوق يا عم. هاي برضو اذا سحبتها نفس القصة ولا لا؟ نقطع هاي على اكيد هيك. هلا بدنا نشوف شو بصير. طيب ايش بتحكي؟ استنى ليش ما اخذت هاي؟ الان اذا دفعت الذراع ساتمكن من الصعود على الصندوق. دفعت الذراع. الآن إذا دفعت الذراع سأتمكن من الصعود على الصندوق. أوكي أوكي أوكي. إيييي خدنا. أوبا أوبا أوبا. أكشن أكشن أكشن. نطينا. نعم في صوت. لابد من طريق للتسلق لأصل إلى المذبح. مذبح كمان. مذبح ثمار وبذور شجرة الكاكاو تستعمل خلطات الصمود. ولا صمود ولا إيش، رح نموت احنا مبينين. لابد من طريق للتسلق لأصل إلى المذبح. أشوف هذا. شوفوا لنا في حدا رح يموتنا ولا شو؟ لابد من طريق للتسلق لأصل إلى المذبح. أكيد في إشي هون. لابد من طريق للتسلق لأصل إلى المذبح. والله في صوت. شو تسوي؟ مات. في إشي هون. يا الله يا الله يا الله يا حبايبي. هدول في حدا وقعها علينا. عرفنا عرفنا شنو نسوي على السريع. سمعت الصوت؟ في حد وقع شيء؟ وقع وقع من هلا ما تعرفونيش. هلكتوني ان شاء الله.
قبل هات نقرا هاي. وبدنا نسر قم بتنمية مهارات التسلق لتخطي صعوبات البيئة المحيطة بك بأسرع بسرعة أكبر. أوكي يعني هذه بوابة العالم السفلي. خلصنا المقبرة. أوكي كيف هي؟ بس أنا ما أظنش الشغلة راح تمرق هيك يعني. One minute. شايفين في اشي هون؟ اوكي البلطة بحطها فيه. حلو نزحلق. روح يمين شمال نط. خلصنا. رحلة هاي. وين بنرجع؟ نحن خلصنا المقبرة ما فيها اشي هنا. ممكن طلعوا في الفحيح كمان مرة. والله شفنا واحدة فوق. انا هارب والله خايف. في حدا وراي؟ تقدر يطلع لي حدا يسحب لي اجري هلا. لما الرعب عارفينها. يونا تأخرنا عليك. المنطقة معفنة. تعال. يا جونا تكونش ميت. هل وجدت أي شيء؟ المزيد من مذابح شعب المايا و... وماذا؟ مخيم قديم تحول لأنقاض. يجب أن نتابع التحرك. حسنا. أكيد نحن نشعل المنطقة هذه كما مرة. والله عظيم يا شباب قلبي بدو خفت تطلع لي كما مرة. أظن أننا نستطيع الخروج من هناك. يلا تعال افتح. جونا ساعدني بهذا. ثلاثة اثنان واحد. ولا هي أقوى منك. اها ليدي تفر. يا الله اتركني. هذا هو نفسه. اتركني. ولك ارفع يا دوب تعس عني. فيش عندك تبعة هولك؟ استعمل هات الشعلة. اضرب حرقته. يا الله خليني اعالج. لا ربيك يمكنني. طلع القرود كيفين هون. ولك تعال. اوه احاي. تعال قتلناه. بعتقد قتلناه. خلاص ودع. عرفنا حلقتين وانت لحقنا. لارا لارا ديه. هاها اخذنا كمان تشيفن. لارا هل انت بخير؟ مالك وينك؟ انت هون. انت بخير؟ تعال نطلع لنا كمان واحد هلا ان شاء الله.
ولك أمره. أوف، ظهرك بحالة سيئة. عصبت، بدها تنقم. سأنصب المخيم. انصب اللي بدك إياه، خلينا أشرحه هذا. غدانا اليوم فهد أو نمر. الله الله، قاعدة رومانسية يا شباب. اوبا، عملنا جلد من جلده، شكلها بلوزة او اشي او درع، ظاهرها تشنج اما عضها ورا. اريني هذا. عيب عيب. ليس جميلا. صحيح، كل ما مررنا به مؤخرا جعلني أتذكر أخي. مين أخاك؟ لطالما حاولت حمايته من أبي ومن نفسه، لكنني فقدته. يا حرام، فعلت كل ما بوسعك. يب، هذا هو، وشعره دائما نظيف. لو كنت فقط في المكان المناسب والوقت المناسب لكان ما يزال معنا هنا. فقط لو علمت ما يدور. لا يمكنك حماية الجميع. This is a life. هذه الحياة. خذ نفس. شكرا. خذ مرهم، أعطيها وصفة طبية. إيش هذا؟ أندومي. أشتاق إليه. مات مات مات. الله، خط الألام يا عمي، قضاء وقدر. أيضا أشتاق إليهم. لقد حلمت بأمي منذ فترة قريبة. ماذا؟ كان بغاية الوضوح. في صغري اعتاد أبي أن يخفي عني أشياءها، أشياء كثيرة خاصة بها بالتحديد. لما قد يفعل ذلك؟ بعد وفاتها اعتقد أنها ستسبب لي الألم. لم يمنعني ذلك من البحث عنها بالطبع. ما زال لدي الكثير من الأسئلة. ترك والدك ألغازا بقدر ما قام بحله. دومينغيز قال إنه سيستخدم صندوق إشال الفضي ليعيد تشكيل العالم. لو ملكت تلك القوة ماذا كنت ستفعل؟ سأفزع على الأرجح. أما كنت ستتمنى أن يكون شقيقك حيا لتكون معه؟ وأخسر كل شيء؟ مستحيل. إن هذا العالم يروقني. إنه ليس مثاليا، لكن كل ما أحبه الآن موجود فيه. يلا ناموا. ايش في؟ ان شاء الله هديك اللي فتحت لي. الله، حفيش الاشجار وصفير القمر. هو اصلا القمر بصفر. هذا الحشيش ضارب عندي يا شباب. اوكي، لمطالبتي بكنزها. على المغامرة لارا كروفت ان تفوق الملك دهائن وتبلغ المقبرة المحرمة وتحل لغز الملكة البيضاء، وسيكون طريقها حافلا بالاختبارات. هذه هي وصغيرة. يجب ألا تتكاسل المغامرة أكثر. في دقيقة يا أبي. هي صغيرة. أوه.
جدران القلعة العالية تترنح ساخرة. والله في عصافير وشغلات، يعني هاي دارهم. اوكي شباب، راح ابلش في هذه المهمة في الحلقة القادمة، فانا متأكد راح يعني تتحمسوا كتير وانا متحمس كتير، فياريت عجبك ما تعطينا احلى لايك اذا ممكن تشترك في القناة، تشترك فيها وتعطينا رأيك فيها، تعمل شير للقطع ويقتل اكبر عدد من الناس. بنشوفكم في الحلقة القادمة. طبعا الحلقة كانت هذا جدا دمار، جدا رعب، فخايف يعني من الحلقات القادمة، فخبروني شو رأيكم في قسم التعليقات، ونشوفكم في الحلقة القادمة طبعا. والسلام عليكم.